بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم شيء في الأرض ذكر الله عز وجل، ولولا ذكر الله لكانت الدنيا ملعونة، فهي ملعونة إلا ذكر الله وما والاه. ولهذا إذا انتهى ذكر الله في آخر الزمان أذن الله بزوالها. ذكر الله ولذكر الله أكبر. والناس إما ذاكرون لربهم جل جلاله أو على النقيض غافلون. الناس بين ذكر وغفلة، فهل يستويان؟ أما أهل الإيمان الله عز وجل وصفهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حالهم كله ذكر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمنعه شيء عن ذكر الله إلا النوم أو الخلاء، ما في، كل أوقات الذكر لله جل جلاله. ولما جاءه رجل يسأله أن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أعمال كثيرة، أتمسك بشنو وخلي شنو؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما على النقيض الله عز وجل يقول: هؤلاء أهل الغفلة وخر عنهم، لا تطعهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الناس لو تسأل من الصباح إلى المساء ذكرت الله؟ أذكار الصباح والمساء ما يعرفها، بعد الصلاة ما عنده ذكر أصلا، الصلاة بعضهم ما يصلي. أي ذكر في قلبه؟ قلبه قد خلي من ذكر الله جل جلاله. حتى قبل النوم ينام على الغناء، يصحو على الغناء، سيارته مع الغناء، حياته كلها طرب وغناء طيب وكلام الله، ذكر الله، قلب ميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. تعرف المقارنة؟ تدري شنو الفرق بينهم؟ هذا حديث يقول: كمثل الحي والميت. في شيء أكثر من كذي؟ الذاكر حي والغافل ميت، هل يستويان هذا وذاك؟ أحد الصالحين توفيت له ابنه فرآها في المنام، قال: يا بني ما فعل الله بك؟ قالت: يا أبتي، أنتم تعملون ولا تعلمون، ما شفتوا الحقيقة اللي شفناها حنا، أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم هو لا نعمل، ما نقدر نعمل الآن. ووجدت خير الأعمال، يعني بعد الموت دريت إن خير الأعمال سبحان الله وبحمده، فإنها خير من الدنيا وما فيها. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء أهل الذكر، وبعض الناس أهل الغفلة، شوف أحوالهم. يقولون عن واحد من الناس دخل إحدى الأسواق، أحد الأسواق، فرأى صاحب محل حاط له مسجل ومشغل القرآن يستمع القرآن وهو جالس، وهذا مر، فلما سمع القرآن اشمأز قلبه وضاق صدره واسود وجهه، فذهب إلى العامل المسكين البسيط قال له: سكر. قال: لما؟ قال: أغلق المسجل. قال: ولما؟ قال: ما نبي نسمع. أعوذ بالله، أنت مسلم؟ تتعرف الله؟ شنو هالقلب هذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، في قلوب تشمئز إذا ذكر الله عز وجل وحده. حتى الأذان، في ناس لأنه يحب الذكر أول ما يسمع الأذان ينشرح صدره، وبعضهم يقصر كل صوت خل نسمع الأذان، وبعض الحريم ما شاء الله عليهم
والأمهات والعجائز تبطل الدريشة تبي تسمع الأذان وتقول يا ليت الإمام يقرأ الصلاة حتى نسمعه، قلبه منشرح بالذكر. وبعض الناس أعوذ بالله إذا سمع الأذان يرفع الصوت، إذا سمع القرآن بيسكر إذنه، قلبه أعوذ بالله غافل. شنو هالقلب هذا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الناس صنفان، الناس جزءان، جزء ذاكر لربه جل جلاله وجزء غافل عن الله عز وجل، جزء لا يزال لسانه رطب بذكر الله. سليمان يروى أنه كان الريح تحمله في السماء، فرآه فلاح على الأرض يحرث الأرض، فرأى سليمان عليه السلام وقال والله إنهم لفي عيش طيب، لقد أوتي آل داود خيرا كثيرا، حنا شنو ما عندنا شيء. فسمع سليمان الصوت، الله أوصل له الصوت، فنزل قال أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال والله لتسبيحة واحدة متقبلة، تسبيحة واحدة، أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في ناس ما شاء الله إذا ذكر الله اطمئن قلبه وارتاح وانشرح صدره، وفي ناس أعوذ بالله إذا ذكر الله أمامه اشمأز قلبه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه خلي يفتحون لموسيقى وأغاني وطرب إذا هم يستبشرون. سبحان الله، قلوب غافلة عن ذكر الله جل جلاله. فرق بين من أشغل لسانه بذكر الله وبين من انقطع عن ذكر الله، فرق كما بين الحي والميت، فرق كما بين النور والظلام. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، املأوا فيها ذكر الله عز وجل، فإن هناك بيوت مليئة بالذكر والقرآن والتسبيح والتحميد، وبيوت غافلة موحشة امتلأت بالشياطين لا ذكر لله عز وجل فيها. فهل يستويان بيت فيه ذكر لله وبيت غافل عن ذكر الله عز وجل؟ والله لا يستويان. نام رجل ليلة عند إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، يقول وكنت في ليلتي تلك أفيق وأنام. بعض الناس كل شوية يصحى من نومه ويرجع وينام. يقول فكنت كلما استفقت من نومي رأيت إبراهيم ابن أدهم يذكر الله عز وجل، فكنت أستغرب وأحتقر نفسي، لكن كنت أعزي نفسي بقول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه لأناس وقد يحرم منه أناس. أن طول الليل أكثر وقته ذكر لله عز وجل صعب، ما أعظم الذكر وما أحسنه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إياك أن تكون غافلا، فإن بعض القلوب عاشت على الغفلة وماتت على الغفلة، حياتها كلها غفلة. تعرف متى سيتحسر؟ يتحسر في ذلك اليوم على أنه قضى حياته بغفلة ما في ذكر.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، كانوا في الدنيا في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يعني كانوا في حياتهم في غفلة فصاروا في الآخرة في حسرة. هل تصدق أن أهل الجنة يتحسرون؟ جنة يتحسرون على شنو؟ قال لا يتحسر أهل الجنة إلا على شيء واحد، شيء واحد يتحسرون عليه، إلا على ساعة. شنو هالساعة اللي يتحسر عليها أهل الجنة؟ قال إلا على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، إنه ذكر الله أعظم ما في الأرض، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. المال والأولاد ترى هما سببان للغفلة. اليوم إنسان في تجارته وعمله ووظيفته مشغول، نسي حتى يسبح، نسي حتى يهلل، نسي حتى أذكار الصباح والمساء، نسي حتى يستغفر، أو في البيت مع الأهل والعيال ونسي. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد ألهت الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن أي شيء، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بعض الناس والله من كثر، شوفوا كبار السن، من كثر ما متعود على الذكر تلقى لسانه خلاص تعود، عند الأكل قاعد يذكر الله، بعد الأكل، قبل الأكل، قبل ما ينام، استيقظ من النوم، أول شيء ذكر الله على لسانه، تعود اللسان، صار رطبا بذكر الله عز وجل. يقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي جل جلاله، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. اذكر ربك بين الناس، الله يذكرك عند الملائكة اللي خير من الناس. أما أهل الغفلة، من الذي استحوذ عليهم؟ الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ على بعض من البشر فأنساهم ذكر الله. تصدق بعضهم مو صلاة الخمس، الجمعة غافل عنها، صلاة الجمعة، جمعة ورا جمعة، ثلاث جمعات الله يطبع على قلبه، خلاص القلب يقفل عليه، يطبع عليه. وبعضهم صار له شهور ما يصلي الجمعات ولا الجماعات. أي قلب غافل عن ربه هذا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة نوعين، في غفلة كبرى وهم الكفار، الإعراض الأكبر والغفلة عن ربهم ما يعبدون الله، هذا الكفار. وفي غفلة أصغر منها عند بعض أهل الإيمان، يغفل عن ربه، ينسى ذكر ربه فيضعف الإيمان، يصير على القلب ران وتبدأ القسوة، هذا مذموم أيضا. وإياك والغفلات. المغيرة الصنعاني رجل عابد عالم، يروى عنه أنه كان في الليل أحيانا يطلع من بيته، وين يروح؟ في عند نهر عند البيت بالليل، فكان يجلس عند النهر لوحده. شو يسوي؟ فقط يجلس ليذكر الله عز وجل. الله، ما أجمل الجلسة في الليل عند ضوء النجوم وربما القمر، ويجلس لوحده وفي سكينة الليل وهدوئه، يجلس يتلذذ بما
بذكر الله جل جلاله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعض الناس ايش القلب هذا يظل عليه أيام وليالي مسلم ما يعرف شيء اسمه الذكر. يونس ابن متى عليه السلام لما ابتلعه الحوت يقال أنه جلس في الحوت أياما وليالي، مو ساعات، أيام وليالي في الحوت. ايش قاعد يسوي يونس عليه السلام؟ تدرون ايش يسوي؟ جالس يذكر الله عز وجل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمة الحوت، ترى ظلام داخل بطن حوت، والبحر بالليل وظلام، البحر بروحه ظلمة، وظلمة الليل نفسه، شا الظلمات هذه كلها اجتمعت على يونس في مكان موحش. الله أعلم شلون جالس، الله أعلم شلون يتنفس، الله أعلم شلون متحمل هذه الأيام كلها، قضاها بذكر الله. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ترى ما أجملها أنك تصلي في المسجد أو في مصلاك أو المرأة في بيتها وبعد الصلاة تجلس تذكر الله عز وجل، ما أجملها، قبل الغروب تجلس تذكر الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ما أجملها، تجلس ترقب طلوع الشمس وأنت تذكر الله جل جلاله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ولا تكن من الغافلين. فالحالتين نقيض كبير وشتان بينهما، فهما والله لا يستويان. لا ينبغي لعبد يعبد الله عز وجل ويؤمن به إذا سمع المؤذن ممن وجبت عليهم صلاة الجمعة أن يجلس في بيته أو يعمل في عمله أو يلهو بدنياه. الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله. إذا سمعت المنادي ينادي لصلاة الجمعة، بل السنة أن يذهب الإنسان مبكرا للصلاة وينتظر الخطيب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الغريب أن الآية التي بعدها تقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتهت الصلاة، اذهب لأعمالك، لتجارتك، لدنياك، لكن أيضا واذكروا الله كثيرا. في صلاة الجمعة واذكروا الله، بعد صلاة الجمعة واذكروا الله، لتبين لنا الآيات أن الوقت كله ذكر لله عز وجل. وأنت تسعى للصلاة تذكر الله، وأنت ذاهب لدنياك واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أعظم أسباب الفلاح ذكر الله تعالى. ويذكر الله عن أهل الغفلة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ذكر الله، الصلاة، العبادة خير من الدنيا وما فيها. فما أعظم الذكر الذي نسعى إليه في العبادة ونشغل أنفسنا به في دنيانا. فالذكر لا ينقطع وليس له حد، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين لا الجور قرين للإنصاف لا الصد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان لا الجور طريق للإنصاف لا الصد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتى يستويان مثلا هل يستويان